كنيستنا القبطية الأرثوذكسية طول الوقت كده في تعليم بتحاول إنها توصلها لأولادها علشان يفضلوا ماشيين على تعليم الكنيسة بشكل مستمر. من ضمن التعاليم اللي الكنيسة بتهتم بيها قوي إننا نعرف نتعامل مع الآخر ونعرف نتعامل مع أي شخص بشكل كويس، إن إحنا ما نردش الشر بالشر، إننا ما نبقاش بنتعامل مع أي شخص قدامنا بنفس الطريقة اللي بيتعامل بيها معانا، طبعا إلا إذا كانت الطريقة دي طريقة فعلا يعني طريقة كويسة، طريقة فعلا ماشية على كلام الكتاب المقدس، فبالتالي طبعا هتبقى حاجة هايلة لو إحنا اتعاملنا بنفس الطريقة. لكن إذا كان الشخص اللي قدامنا بيتعامل معانا بشر، بيتعامل معانا بعدم محبة، بيتعامل معانا بسلوك وطريقة للحياة منافية تماما ومعاكسة تماما لوصايا الكتاب المقدس، فدايما الكنيسة بتعلمنا انه لا، ما نتعاملش معاه بنفس الطريقة، ونفضل طول الوقت ماشيين على تعاليم الكنيسة علشان نبقى بنجاهد في حياتنا على الأرض بشكل مناسب جدا لطبيعتنا المسيحية. في البداية النهاردة خلونا نرحب بضيفنا، طبعا قبل ما نتكلم عن رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا والآية اللي موجودة معانا النهاردة من الإصحاح الـ 12، خلونا نرحب أستاذ فارس فهمي خادم بكنيسة الشهيد العظيم جورجيوس أبو طائية شبرا. أهلا بيك يا فندم. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. هنخرج نسمع مع حضرتك ومع كل المشاهدين الآية اللي موجودة معانا النهاردة من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا، ونرجع نتكلم فيها شوية. تفضل. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. بنرحب بحضراتكم مرة تانية أستاذ فارس. خلينا نبدأ كده كلامنا بأول كلمة في الآية اللي كانت موجودة معنا النهاردة، إن كان ممكنا. أولا عايزة أعرف يعني إيه إن كان ممكنا؟ هل أنا مثلا علشان أتعامل بنفس تعليم الكتاب المقدس وأمشي على نفس التعليم اللي طول الوقت بتعلمها لنا الكنيسة محتاجة مني جهد، محتاجة مني أعمل حاجات معينة وخطوات معينة أمشي عليها، وبرضو ده في الآخر بيرجع لي فكرة أنا أقدر أعمل إيه، ولا في حاجات أنا لازم أمشي عليها؟ تمام. الآية اللي اتذكرت جت في روميا 12، وروميا 12 بالذات ده يعتبر منهج متكامل الإصحاح كله لإزاي بنتعامل مع ربنا وإزاي بنتعامل مع الآخر. يعني لو قلنا الإصحاح فيه 21 آية، ففي حوالي 6 أو 7 آيات إزاي أنا بتعامل مع ربنا، وبقيه الاصحاح ازاي بتعامل مع الاخر. الاخر ده ممكن يكون عدو، وممكن يكون صديق، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون قريب مني، ممكن يكون اي فئه من الفئات دي. لكن اللي يقصده معلمنا بولس الرسول ان كان ممكنا ما يقصدش امكانياتي انا، وانما يقصد امكانيات الموقف، امكانيات الموقف اللي هو اللي انا محطوط فيه. يعني بما معنى السيد المسيح اللي قال من لطمك على خدك فحول له الآخر، والسيد المسيح قال باركوا لعينيكم وأحسنوا إلى مبغضيكم. لكن في نفس الوقت السيد المسيح بشخصه لما لقى الباعة جوه الهيكل بيسيئوا لبيت ربنا، استخدم الإيه؟ استخدم الصرامة والحزم معاهم، وصنع مخصرة وطرد كل الباعة اللي بيدنسوا هيكل ربنا. لكن طب ازاي يا رب انت كنت وديع وكنت وتعاملت مع الناس والخطاة بكل حنية وبكل رفق؟ ده لانهم ايه، انا شايف ان المعاملة بالرفق مع دول هتجيب نتيجة. لكن انا لو سمحت لدول يدنسوا بيت ربنا فهتكون الحكاية مش كويسة خالص، والنتيجة سيئة. ناخد مثال تاني، لو الكنيسة تعاملت بمسالمة وسلمت المبتدعين والهراطقة ما كانش وصل لنا الإيمان الأرثوذكسي وفضل إلى ما نحن عليه. يعني لو الكنيسة تعاملت مع نسطور
بمسالمة وسابوه يعمل اللي هو عايزه أو ينشر تعليمه، ما كانش وصل لنا الإيمان زي ما احنا عليه دلوقتي. فهنا الإمكانية اللي بيتكلم عنها بولس الرسول هي إمكانية الموقف. الموقف يحتمل إيه؟ الوضع يحتمل إيه؟ هل يحتمل إن أنا أتسامح؟ السيد المسيح قال من خاصمك وأراد إنه ياخذ ثوبك اترك له الرداء. طب ده ثوبي أو لا، أو حتى لو لطمني على خدي أحول له الناحية التانية، لكن لما ألاقي إن إيه إن هيتعدى على العقيدة اللي مش بتمسني أنا، اللي بتمس إيه الإيمان ككل، فطبعا لازم إيه لازم أنا أخذ موقف معاه. يوسف يعني الصديق، أستاذ فارس حبيب، يعني دلوقتي هي النقطة أو الحكم على الموقف، إن كنت أنا أقدر أتحمل الشخص اللي قدامي إلى حد ما موقف أو حكم نسبي شوية، بمعنى أنه اللي حضرتك ممكن لو أنا وحضرتك اتحطينا في نفس الموقف وارد قوي أنه أنا أشوف أنه أنا أقدر أسالم الشخص اللي قدامي اللي حاطني في الموقف ده وحضرتك مثلا ما تعرفش، أو العكس ممكن يحصل. فالفكرة كلها أنه أنا إزاي أعرف أحكم، يعني طبيعة الموقف ممكن تختلف حكم الأشخاص عليها بطبيعة كل واحد كده. يعني مش, 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 مش الموضوع أن إمكانياتي أنا وإمكانياتك أنت تختلف إمكانياتنا عن بعضنا، لا، الموضوع الموقف يحتمل إيه، إيه اللي هترتب عليه. زي ما قلت لحضرتك، سي مثلا أن يوسف الصديق لما الست عرضت عليه الشر لو عاملها بمسالمة كانت النتيجة هتبقى سيئة للغاية، لكن الراجل إيه صد ومرة واثنين وثلاثة لحد ما وصل إلى إيه درجة أنه يهرب من المكان. ليه؟ لأنه مفيش إيه مفيش أي فرصة أنه يتعامل مع الخطية. لو سي مثلا واحد عرض عليا الخطية، عرض عليا أن أنا يعني أدمن مخدرات أو أروح مكان مش كويس، هل أتعامل مع هذا الإنسان بمسالمة؟ فهنا بولس الرسول بيقول إن كان ممكنا. الإمكانية اللي بيتكلم عنها معلمنا بولس إمكانية اللي يحتمله الموقف، والإمكانية النتيجة اللي هتبقى مترتبة على إيه؟ على مسالمتي لهذا الشخص. طب هو لو معلمنا بولس الرسول أستاذ فارس بيتكلم في الإمكانية اللي ليها علاقة بالموقف، ليه لما كمل الآية قال فحسب طاقتكم سالموا جميعا؟ حسب طاقتهم، زي ما قلت يعني يبقى طاقة الشخص، يعني طاقتي أنا في إن إيه في إن إيه أقدم، هل التنازل اللي هقدمه ده هيقع عليا أنا لوحدي ولا هيقع على حد تاني؟ أدي لحضرتك مثل بسيط خالص. أنا لو إيه لو جه حد مثلا يعني تعدى عليا أنا شخصيا، المسيح بيقول لي احتمله أو عديله أو كده، لو أنا مش قادر أعمل ده، لو مش 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 موضوع مش قادر، مش موضوع مش قادر، أنا إيه أنا أبقى أوازن الأمور، هل أنا لو خد مني الحاجة ديت هتعدل حالها ولا هيترتب عليها؟ لو جاي واحد يتعدى على بيتي، يتعدى على زوجتي، يتعدى على أولادي، هل أسيبه وسلمه ولا لا؟ هنا الفرق. واحد يتعدى عليا، واحد أهني وجه لي إهانة، الإهانة ديت عدت وخلاص. لا، زي ما إيه ما هو بولس الرسول في نفس الإصحاح وقبل الآية اللي إحنا قلناها دي بأيتين بيقول باركوا ولا تلعنوا، يعني حتى لو حد لعني أقول له إيه؟ أقول له ربنا يبارك لك ويبارك في بيتك ويبارك في أولادك وكده. لكن لما توصل لإيه؟ أنه مثلا هيهين عقيدتي، أنا مع حضرتك، أنا ما عنديش يعني ما عنديش طبعا اعتراض على كلام حضرتك، بس هي الفكرة كلها في أنه برضو هي إمكانيات أشخاص، بمعنى أنه طبعا الموقف هو اللي بيحدد أنا أعرف أتحمل إيه وأقف عند إيه وما خليش الشخص اللي قدامي يتعدى حدود معينة أنا مش عايزة يتعداها. تمام. لكن في بعض المواقف هي واحدة عند كل الناس، لكن مش كل الناس بتعرف تتعامل في نفس الموقف بنفس الدرجة، بمعنى أنه حضرتك بتتكلم عن فكرة الإهانة مثلا. الإهانة أولا أنواع، تمام، ممكن أنه شخص ده يهني مثلا، بس أهان قدام ولادي، هو مش هيأذي ولادي مثلا، مش هيأذي زوجي، مش هيأذي زوجتي، مش هيأذي حد، لكن إهانته ليا
مش هيترتب عليها حاجة جسدية أو حاجة ليها علاقة بالبيت والولاد، لكن هيترتب عليها حاجة نفسية. طب ما هو برضو أنا شخص أعرف أتحمل إهانة، وحضرتك يعني شخص ما تعرفش تتحمله، فبرضو إحنا طاقتنا تعرف تتحمل لغاية فين؟ بالظبط. هو حضرتك قربتي من الإيه، من مفهوم، مفهوم إيه؟ على قدر طاقتكم. إذا كانت طاقتي ديت تحتمل إن أنا زي ما قلنا ان انا اعدي الموضوع مش مترتب عليه حاجه، ممكن اعدي. لكن لو هيترتب عليه حاجه زي ما حضرتك قلتي، اذا كان انا اهانه الشخص ده ليا قدام ولادي هيسيء لولادي، فانا لازم طبعا اعلم ولادي انهم ايه يطالبوا بحقهم، لكن برضو على قدر طاقتي. يعني ايه على قدر طاقتي؟ اكون وديع وهادي وانا بطالب بحقي، يعني اكون الى حد ما مانيش حاد، أكون إلى ما استخدمش العنف. صحيح نطالب بحقنا. السيد المسيح لما الخادم وقت المحاكمة لطموا على 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 على, على وشه، السيد المسيح قال له إن كنت قد تكلمت رضيا فاشهد، وإلا فلماذا تضربني؟ يبقى هنا السيد المسيح بيعلمنا اللي هو علمنا إننا نتسامح، وقال لي من لطمك فحول له الآخر، لكن في نفس الوقت علمني ان انا اطلب حق. انت انت بتلطمني ليه؟ تمام. طيب دلوقتي احنا ده يخليني او وانا بكلم حضرتك دلوقتي وداني كده لفكره عايز اخد راي حضرتك فيها، فكره الناس اللي بتحكم على الشخص الاخر، بمعنى انه احنا كلنا خطاه. تمام. وكلنا مفيش حد فينا ابدا مثالي 100%، وفي ناس كتير قوي مننا بتغلط، بس الفكره كلها في انه بقينا بنحكم كمان على الناس مين ينفع يبقى صح ومين ينفع يبقى غلط، وكأننا اتحطينا في وضع يقول لنا انه انتوا من حقكم تحكموا، فانت ينفع تقول على ده صح وانت ينفع تقول على ده غلط، ومين اللي هيدخل الملكوت ومين اللي مش هيدخل الملكوت والى اخره. وده بيقع يعني بنعمله في بيوتنا حتى، احنا الطبيعي بتاعنا حتى لما اولادنا بيغلطوا وكاننا مثلا ما غلطناش واحنا قدهم، وكاننا ما عملناش كوارث اكبر من اللي بيعملوها. انا عايزه اتكلم بقى في فكره انه احنا ازاي نتعلم يبقى عندنا زي ما طاقه نتحمل الاخر، طاقه ما نحكمش كمان على الاخر الحكم اللي يخليه محطوط في حته في نظري انا، وانا اصلا ماليش الحكم اعمل ده ومش من حقي اعمل ده. احكم وصايا ربنا في الموقف، اشوف اذا كان ربنا بيوصيني ان انا احتمل، بس الى اي حدود احتمل. هنا لإيه بتختلف من واحد للتاني، بتختلف من موقف للتاني. ربنا قال احتمل، واحتمل إيه؟ احتمل إن واحد يعني يهينك، احتمل إن واحد يتعدى عليك، احتمل إن واحد ياخد حقك. لكن الاحتمال ده له حدود وله مواصفات. فإذا كان سي مثلا واحد، هل أنا احتمل إن واحد هياخد حد من ولادي مثلا او يخطف حد من ولادي؟ هل انا احتمله ازاي ده؟ او واحد هي يعني يعني انا شايف انسان بيتعدى على بيت ربنا، احتمله الى اي حد؟ ما سامحوش. لا طبعا مش ما سامحوش، وانما ما سلموش، يعني ما يبقاش يعني انا مش هقول له طب اتفضل، لا. سي مثلا عسكري واقف في معركة، العسكري اللي واقف في معركة ده مطلوب منه انه هيحارب العدو اللي جاي يحتل بلده، طبعا اقول له يسلمه؟ اي منطق؟ فهنا الامور ما يعني ما هياش بتتفصل عليها الوصية تفصيل جاف، لا انا بقيم الوضع، يعني مطلوب ان انا اقيم الوضع حسب ما الوصية اللي ربنا ادهاني تحتمل، وحسب الوصية ما انا فاهمها. طب ده يخليني بقى المفروض ابقى عندي نسبة من الحكمة او عندي كمية من الحكمة في حياتي انا اخدها من خلال علاقتي بربنا. طبعا طبعا صح كده، لاني عشان طبعاً اعرف احكم كويس قوي، لانه زي ما حضرتك قلت انه المواقف بتختلف، فبالتالي حكمنا على الموقف وطاقتنا تجاه الموقف بتختلف من وقت لاخر. بالظبط بالظبط. شوفي تفضلي. فازاي يبقى انا عندي بقى الحكمة دي اللي تخليني اعرف احكم اتعامل ازاي في الموقف؟
شوفي حضرتك بولس الرسول في 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 نفس الباراجراف ده اللي هو في اخر الاصحاح 12 ادى خمس وصايا بتحكمني ازاي انا اتعامل مع المسيء ليا. الخمس وصايا دول ترتيبهم زي ما جم: باركوا ولا تلعنوا، لا تجازوا احد عن شر بشر، لا تنتقموا لانفسكم، ان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقه اغلب الشر بالخير. طب انا دلوقتي انت بتقول لي جاع عدوك فاطعمه وعطش فاسقه، طب انا ايه؟ ده هنا الكنيسه بتقول لي انت لو عملت كده ممكن تغير هذا الشخص، هي ممكن تغير من طباعه وايه، وفي وقت من الاوقات اكسبه للمسيح. لكن لو هذا الشخص انا بقيم الوضع، لو هذا الشخص انا شايف انه مش هيجي منه، لا طبعا. طب وانا جبت منين فكره انه مش هيجي منه؟ يعني زي ما حضرتك قلتي، بحكمتي وفطنتي للايه، للموقف وللوضع وللي هو هذا الشخص بيعمله. ايوه استاذ فارس، بس احنا برضو ما عندناش ايا كانت نسبه حكمتنا او ايا كانت درجه حكمتنا، ما عندناش الحكمه الكافيه اللي تقدر تخليني اقول انه انا الشخص ده انا شايفه انه ما يجيش منه. يعني 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 اللص اليمين لاخر وقت يجي منه. يعني ربنا دايما فاحص القلوب والكلى، لكن فكره كل انه انا شخص بشر اقول على الشخص اللي قدامي بحكمتي كده وحياتي انا شايفه انه الشخص ده ما يجيش منه، انا برضو حاسه انه ما ينفعش نحكم على حد. طب ما تيجي ناخد امثله حيه من تاريخ الكنيسه. يا ريت. زي المبتدعين والهراطقه لما كانوا بيسيئوا الى العقيده، كان الكنيسه بتعمل لهم ايه؟ الكنيسه بتعمل مجمع وبتمسكهم بالهذاء بالهدوء كده، طبعا وبالهداوه، وبتشرح لهم وبتقول لهم ان ده غلط في كذا وكذا وكذا، مره واثنين وثلاثه، ويتقال كده، يتقال في تاريخ الكنيسه ولما لم يرتدع تقرر حرمه. طبعًا. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا انا محاولات. محاولات طبعا. محاولات. ومن خلال المحاولات انا بدات اكتشف الشخص اللي قدامي، لكن مش من الحكم الاول اقول انه الشخص ده ما يجيش منه. لا طبعا. تمام. هو ده اللي انا كنت عايزه يعني اسال فيه، لانه احنا ساعات كتير بنقع انا شايفاها خطيه، انه احنا بنحكم على الناس اللي قدامنا، لا انا شايفه ان الشخص ده انت مفيش منك امل انك تبقى حد كويس، مفيش منك امل. طب انت عرفت منين انه مفيش منه امل؟ ما جربتش معاه مره واثنين وثلاثه. بالظبط. ودي الكنيسه اللي بتعلمها لنا طول الوقت، ان احنا نجرب علشان في الاخر نعرف نوصل للقرار الاخير. تمام. طيب انا عايزه اتكلم بقى في نقطه الضغوط اللي حوالينا، نقطه المشاغل، نقطه الضغط النفسي، الضغط المادي، الضغط كل انواع الضغوط اللي بنبقى عايشين فيها. أنا عايز أعيش في سلام بره الضغوط دي، أعمل إيه؟ صدقيني هو الموضوع مرتبط برضو بإيه؟ بمقدرتي على الاحتمال وطاقتي. مقدرتي على الاحتمال، أنا يعني إذا كنت أنا قادر أعدي الموقف ده، أنا يعني يحضرني مثل دلوقتي، مثل حي السيد المسيح له المجد لما طلبوه بالجزية، فسأل بطرس لما يعني لما الراجل المسؤول عن تحصيل الجزية كانوا بياخدوا درهمين، فقال لبطرس: أما يدفع معلمكم الدرهمين؟ فسيد المسيح قال لبطرس: هو إحنا مفروض ندفع الجزية دي ولا مش مفروض؟ قال له: الأبناء معفيين، يعني بحكم الشريعة، بحكم الشريعة السيد المسيح معفي من هذه الضريبة. لكن قال له: لكن عشان لا نعسر احد، لا هو بيعلم أحد. هنا هنا اذا كان الموقف، اذا كان الموقف فيه تعليم، والتعليم هيجيب محصله اروع من ايه؟ من اني انا ابقى حاد في 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 مواجهه هذا الشخص اللي قدامي، فيبقى ايه؟ التعليم افضل. يعني اذا كان انا شايف قدام ابني ان انا اعلمه ان انا احتمل، يعني زي مثلا انا ماشي في الشارع انا وابني وشخص اتعرض لنا او الشخص وجه لنا اهانة، ايهما افضل؟ ان انا اعلم ابني ان انا اقول له ربنا يسامحك، ولا اعلم ابني ان انا امسك في خناق الراجل يضربه وتقول له انت عملت كده؟ لا يعني هنا ايه؟ الموقف عدى، الموقف ممكن يعدي، واخد بال حضرتك؟ لكن في طبعا زي ما حضرتك قلتي ان في حاجات لا ما تعديش. بالظبط. بالظبط كده. طيب خليني كده اختم مع حضرتك بانه في ثمار كتيره للروح القدس
كلنا نتمنى انه ثمار الروح القدس تبقى مفعله طول الوقت ونشطه طول الوقت جوانا. احنا مش كلنا بنعرف نفعل الروح القدس وعمل الروح القدس عشان تخرج ثمارها بشكل مستمر. انا عايزه اختم كده مع حضرتك ازاي نخلي طول الوقت الروح القدس نشط جوانا طول الوقت مفعل جوانا طول الوقت طول الوقت مش بنبطل عمل الروح القدس بايدينا احنا ومن خلال سلوكياتنا طول الوقت. هو احنا بنتكلم عن السلام، والسلام ده الثمره الثالثه من ثمار الروح القدس اللي معلمنا بولس ذكرها في غلاطية 5، محبة فرح سلام. فيعني الإنسان اللي مطلوب منه أن الروح القدس يبقى مثمر جواه، الموضوع مش إيه، مش سهل، لازم أن الروح يبقى مضرم أي مشتعل جوايا عشان يبقى مثمر وثماره تبان في حياتي. إزاي أنا أضرم الروح القدس في جوايا؟ بأن أنا أكون أحقق حاجتين، أعمل صيانة لهذا الفتيل المتوهج وأزوده كل شوية. يعني الروح القدس هنشبهه بأنه كفتيل جوايا متوهج، الفتيل ده عايز كل شوية أن أنا أعمل له صيانة، صحيح، تمام، وأزوده بالوقود. لو افترضنا أن أعمال الصيانة دي اللي هتخلي ضوء الفتيل متوهج ومضيء، ايه اعمال الصيانه؟ ان انا انظف جوايا باستمرار، امارس الاعتراف باستمرار، اطلع احاسب نفسي باستمرار، دي اعمال صيانه هتخلي ضوء الروح القدس جوايا. في نفس الوقت انا مطالب ان انا ازود وقود اللي بيخلي خلي الروح القدس مش سهل. ايه بقى الوقود؟ ان انا امارس الاسرار، صحيح، قراءات روحيه، انجيل النعمة المفتوح، وهكذا. جميل. استاذ فارس فهمي خادم مكست شهيد العظيم جورجي يوس ابو طاقيه بشبرا، بشكرك شكر جزيل لوجودك معايا النهارده، استمتعت جدا بلقاء حضرتك النهارده. شكرا. استاذ فارس شكرا لحضرتك. تحت امرك. مشاهدينا بعد الفاصل هينضم إلينا أستاذ روماريو رأفت رسام، فقرة مع الناس نعرف أكتر الموضوع بدأ معاه إزاي، دراسته إيه، هو حس إزاي إن عنده الموهبة دي، إزاي طور من نفسه، ولكن بعد الفاصل.